نشرت شركة نيسان إعلان تشويقي جديد مؤخرا تشير من خلاله إلى خطتها لإصدار سيارة إريال كهربائية خلال شهر تموز المقبل، وتشير التوقعات إلى أن شركة نيسان ستقدم سيارة إريال بدرع جيرالي الجديد والذي يأتي مجهز بأجهزة استشعار برو بيلوت 2.0. لذا نترقب بدء إنتاج السيارة الشهر المقبل وإطلاق السيارة الكهربائية في الأسواق.